يسعدنا أن نرحب بك في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2024. نقدم لك هذا الفيديو التوضيحي حول كيفية الوصول إلى مركز أديبك أبو ظبي بكل سهولة ويسر. يرجى الالتزام باتباع التوجيهات المخصصة، حيث يسمح فقط لحاملي الملصقات استخدام المواقف المخصصة لذلك. إذا لم يكن لديك ملصق السيارة واخترت استخدام سيارتك الخاصة أو تم إيصالك بسيارة أخرى، يجب عليك استخدام خدمة النقل المجاني من مواقف السيارات المحددة إلى موقع الحدث. فمن خلال هذه الخدمة ستقوم بصف سيارتك أو إنزال الراكب في مدينة زايد الرياضية أو جامع الشيخ زايد الكبير، حيث ستتوفر حافلات لنقلك إلى منطقة التسجيل الرئيسية أو إلى موقف المارينا دي في مركز أديبك أبو ظبي وإرجاعك إلى منطقة موقف السيارات. في حال استخدامك لسيارة أجرة أو أوبر أو كريم، يرجى توجيه السائق بإيصالك إلى موقف سيارات الأجرة F في منطقة السفرات أو موقف السيارات D في منطقة المارينا. بالنسبة للمشاركين الذين يستخدمون حافلات الفنادق، ستكون نقطة إيصالهم هي موقف السيارات D خلال فترة انعقاد معرض ومؤتمر أديبك. سيتم تخصيص مواقف مركز أديبك أبو ظبي لحملة الملصقات المخصصة لصف السيارات تبعاً للفئات التالية. يمكن لحاملي الملصقات الخضراء التوجه مباشرة إلى موقف السيارات A، والملصقات الحمراء استخدام موقف السيارات B، والملصقات الزرقاء استخدام موقف السيارات D المجاور لقاعة المارينا، والملصقات الصفراء استخدام موقف السيارات E المجاور لقاعة المارينا. ننصحك بضرورة الوصول مبكرا لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من زيارتك. راحتك أولويتنا في مركز أديبك أبو ظبي، ونتطلع إلى استقبالك والترحيب بك في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2024.